مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي، حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل، وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي، المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتوراه، وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربية والتعليم. حياك الله دكتورة غادة. أهلا وسهلا عبد العزيز، حياك الله. أهلا وسهلا فيك دكتورة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع القيادة الآخر، وتطرقنا إلى أهمية مرحلة المقصد أو النية ودوره في الإبقاء على التواصل في المسار الصحيح إلى مرحلة الاتفاق، وذكرت دكتورة أيضا بعض الأمثلة الجميلة في هذا السياق. اليوم دكتورة، يعني قبل أن نصل إلى الاتفاق سنعود في المرحلة الوسطى اللي هي مرحلة الاستماع. كبداية يليت لو تحدثينا عن الاستماع، وانطباعي في الحقيقة أن كل من تطلب منه الاستماع يقول في العادة أنه أنا أسمعك، وكل شخص يعني أحيانا نطلب منه أن يفهم يقول أنا فاهم، ولكن أحيانا الشعور قد يكون مختلف لما يقال. تعليقك لهذه المشاهد المتكررة في حياتنا. نعم صحيح، في كثير من الأحيان تطلب من الشخص الآخر تقول له فهمني، يقول لك فاهمك، وانت حاسس في داخلك انه هو مو فاهم، لانه طريقه يعني رده عليك تدل على انه هو يعني في عالم اخر. وفعلا كثير من الناس يستمع وهو منشغل بمشاعره بافكاره تجاه الموضوع، قد يكون تجاه الموضوع وهو يظن انه كده يعني هو بيفهمك، وقد يكون يستمع وهو منجرف في عالمه الخاص وسرح في شيء مما قلت، ثم دخل في 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 فكره في تجربة خاصة بي سابقة لها علاقة بالكلام اللي بتقوله، وبدأ يتذكر مواقف معينة حدثت له أو ماضي أليم أثارته كلمات أو تجربة تثبت عكس ما تقوله، أو أخذ كلامك على أنه اتهام له، وبدأ في داخله وأنت تتحدث يعد حوار دفاعي عن نفسه أو حوار هجومي، يعني إيش حقول له بعد ما يخلص من الكلام عشان أوري له إنه أنا يعني أحسن منه، أو إنه أنا ما يقدر علي، ها، أو يقاطعك قبل ما تنتهي لأنه لسه خلاص الكلام في راسه مرة يعني لازم يقوله الآن، أو يشعرك إنه غير مهتم وفعلًا ما يكون مهتم، وبالتالي بس يهز راسه كده وهو في ساكت يعني. وقد يكون يفكر إنه ما في فائدة إنه يتكلم معك لأنه خلاص أحسن حاجة تقول اللي عندك وتسكت. طيب، أو مل من كلامك لأنك أنت كلامك ممل بالنسبة له وما لقى شيء في داخله بسبب غياب النية والمقصد، أو يجاملك وأنت جالس تلاحظ لكنك مستمر في الحديث على أمل إنك ممكن تجذب انتباهه أو توصل لداخله في قلبه، ولكن لا توفق، وفي النهاية أخذ نفس عميق تقول خلاص أنا حيأس وحسكت، أو إنك أنت توهم نفسك معك وخلاص انتهي الكلام وناخذ بعضك وتمشي ما تدي له فرصة يتكلم. كل هذه الأحوال اللي أنا ذكرتها أخطاء مني أنا المتحدث، أو أخطاء منك أنت المستمع، ولا نعرف كيف نستمع ولا كيف نتحدث مع الآخرين. طيب، هذا يقودنا دكتورة للسؤال التالي، كيف نتحدث ليستمع لنا الآخرين؟ جميل، يعني هذا أفضل سؤال الآن، إنك أنت تقول لي إذا كان الأمر كذلك، وأنا يعني كنت متوقع إنك تقول كيف نستمع، لا، هو كيف نتحدث ليستمع الآخرين، لأنه المسؤولية تقع في البداية على عاتق المتحدث وليس عاتق المستمع. عليك أولاً أن تختار الوقت المناسب بحيث يكون المستمع خالي من المهمات
يعني مو جالس يعمل حاجة يعني كريتيكال أو حاجة يعني يبغى يخلصها في يده وانت جالس تتكلم معه. يعني مثلا أسوأ وقت للحوارات اللي تتطلب اتفاق مو في الفضفضة وحكاوة وقصص ونكت ومزح، لا، تتطلب اتفاق وحوار متبادل، استماع متبادل، انه واحد يسوق والثاني جالس يتكلم، لانه اللي بيسوق بيقوم بمهمة وبيلاحظ الطريق ومحتاج حواسه تكون في حالة استرخاء واستقبال. أو واحد في المطبخ ماسك سكينة وبيقطع والثاني جالس يحاول يدير حوار، كيف؟ أو واحد جالس يكتب على الكمبيوتر والثاني يدخل عليه قاطعه ويبغى ياخذ منه استماع له متحدث يعني. فلازم تختار الوقت المناسب. أحياناً تنتظر الزوجة إلى نهاية الأمسية، 3 ساعات مرت زوجها قاعد ما بيسوي شيء، بيتفرج على التلفزيون، بيقلب المحطات، بيطالع في جواله، هي جالسة جوا في داخلها حديث يعتمد ولا تتحدث. بعدين لما يروحوا على السرير خلاص الراجل بده ينام منهك وراء دوام ثاني يوم، تقوم تبدأ تقول له أنا دحين عندي موضوع مرة مهمة بقول لك، هو يقول لك تفضلي، وتبدأ عاديش في الموال وهو خلاص يعني. فهنا أسوأ وقت تختار الزوجة إنها تناقش زوجها، طب هي ليش ما تكلمت من البداية؟ مسؤولية تقع على عاتقها وليس على عاتق الزوج. تقول لك هو ما يسمعني جالس تفرج تلفزيون، لا، المسؤولية عليك أنت، أنت تستطيعي أن تجذبي اهتمامه حتى يستمع لك. حنجي بعد كده للنقطة الثانية اللي هي تؤدي إليها هذه الأولى، تصحيح المقصد قبل الدخول في القيادة للآخر. بأن تسأل نفسك ببساطة، يا ترى أنا أبغى فضفض ولا أبغى اعتراف من الآخر بمشاعري وبصحة موقفي وبالتالي اعتذار، أو ما أبغى اعتذار، أبغى بس الطرف الآخر يتعاطف ويتفهم، طيب، أو أبغى استشارة. جميل، نعود لموضوع النية. أيوة. أو المقصد، أو أبغى استشارة ورأي منه، أو أبغى بس يتفق معي عشان أشعر بالراحة، أو أبغى توجيه، أبغى يعني يديرني ويوجهني إلى بلطف كوتشينج، كوتشينج كونفرسيشن. فأنت لازم إذا دخلت حيز الحوار تدخل وانت عارف انت ايش تبغى كمتحدث، لانك انت اللي بادي، وتساعد الاخر ان يتعرف على هذه النية، ان تكون واضح. يعني ايش استفيد لما اجي ادخل على رئيسي في مكتبه واطلب منه وقت اجلس معه ويقول لي تفضل واجلس على الكرسي وعندنا 10 دقائق، وابدا اقول له انت اصلا لما طالعت ذاك اليوم كنا في الاجتماع يعني ما انتبهت لي وانا بقول لك على كذا كذا، ايش استفيد من الاتيتيود هذا اللي هو الاتجاه الاتهامي، وانا كلي غضب، ليش ما احدد قبل ما ادخل انا زعلان، احدد ايش نيتي، ايش النهايه، ايش النتيجه من هذا الحوار، هل ابغى هذا الرجل اللي هو رئيسي في العمل ان يتفاعل معي بطريقه ايجابيه ويعطيني الشيء اللي انا ابغاه ويوافق على مشروعي، ولا ابغى بس الومه على اسلوبه في الحوار؟ اذا كنت ابغى الومه ليش بلومه؟ هل أبغى أعدل سلوكه؟ أعدل نيته؟ ولا أبغى بس يعني أفضفض وطلع اللي في نفسي؟ وهكذا علاقاتنا كلها لازم تكون، فلابد أن أصحح مقصدي قبل الدخول. جميل، يعني قضية استثارة الأسئلة، أحيانا الشخص بمجرد ما يسأل نفسه هذه الأسئلة يبدأ ربما يعني حتى لا يدخل حتى في الحوار من الأساس، قد يتراجع. يعني يتراجع قبل أن يدخل في بعض الأحيان. ثالث، جميل، طيب. لسه ما كمل. ثالثا، أن أبدأ بالغاية المشتركة والأرضية المتفق عليها. يعني مثال، الموظف لرئيسه، باعتبار أننا فريق عمل نسعى لهدف مشترك وهو إرضاء العميل، أنا يعني ارتأيت رأي وإن شاء الله يكون يعني الرأي هذا يلاقي عندكم قبول. فالبداية هذه تعدل النية حقة المستمع، كيف؟ باعتبار أننا أسرة ومهم لدينا أن يشعر كل فرد أنه محبوب ومحترم ومقدر، أنا أبغى يعني ألفت انتباهك يا ابني إلى موضوع يزعجني كثيرا. هنا أعدل نية الابن حتى يستطيع أن يدخل في الحوار معي، هو ما هو حاسس أنه الآن في اتهام هيجيله، لفت انتباه. أوكي، فهمت كيف؟ فهنا إيش؟ أبدأ حواري بلفظيا
بالأرضية المشتركة اللي إحنا متفقين عليها باتفاق مسبق لسبب وجودنا مع بعض. جميل. عشان أذكره أنه أنا أحبك يا زوجتي وإحنا الآن في علاقة حميمة، لكن في موضوع حابب ألفت انتباهك لو أنا مضايقني، أو نفس الشيء هي الزوجة مع زوجها وهكذا. الرابع اختيار اللغة المحايدة واستخدام أنا بدلا من أنت، والابتعاد عن الاتهام بلغة الجسم أو المقالة أو التلميح أو ما نسميها بالمسرطنات الاجتماعية. ما حتوسع فيها الآن، هي يعني لها علاقة بمهارات الاتصال، لكن أنت فاهمني، لما الواحد يكون منفعل يطلع منه كلمات وألفاظ تسرطن العلاقة، فعلى المتحدث أن يعترف إذا كان منفعل أو حصل انفعال وهو يتحدث أو جات مشاعر اعترضته، إنه يعترف إن أنا منفعل الآن. يعرف خليني أخذ كده بس فرصة وأرجع لك تاني، حتى لو تقوم تروح جيب كاسة موية، 6 ثواني تحتاج لتعادل نفسك، 6 ثواني. طيب ممكن أكثر بس يعني بالقليل 6، وهكذا تفقد السيطرة على الحوار. إذا دخلت في انفعال وما قدرت تاخذ الانفعال ده وتظهره كأنه هو جزء من الحوار بشكل بلغة محايدة، أو إنك أنت تاخذه وتطلع به وتعيد التوازن عشان تدخل تاني صح. رقم 5 وباقي 2، أن تكون مختصر وتتوقف بين الجمل والموضوعات عشان تعطي فرصة للآخر أن يرد عليك. و المعدل في التوقف كل 20 ثانية، كل 20 ثانية تصمت صمتة مطولة 5 ثواني. جايتك دحين باقي 1 نقطة، تقسيم الموضوعات وتوزيعها. إذا كان الموضوع يعني يتطلب كذا نقطة في اتجاهات مختلفة ومشاعر مختلفة، لا تجمعها كلها وترصها أمام الشخص الآخر فيصاب بالإحباط ولا يستطيع أن يرد عليك. هو تلاقي هو يسمعك يصارع المشاعر من هنا ومن هنا ومن هنا، زي زوج يجي بيلوم زوجته على موضوع يلومها، لاحظ اللوم من المسرطنات، فبدل ما يتناول موضوع واحد يتناول كل التاريخ حق الحياة الزوجية 20 سنة اللي راحوا في ذيك اللحظة. إيش يتوقع منها في ذيك اللحظة؟ والله ما حترد عليه، تدير راسها وتدعي عليه. فيعني إحنا لازم نتعلم كيف نتناول الموضوعات بجزئيات بسيطة بسيطة يستطيع الآخر استيعابها بحسب نضوجه الفكري والعاطفي، خاصة في العلاقة حق الأسرة بين الأبناء مع الآباء. وأنا حسكت الآن جميل. طويلة حقتي عشان أديك فرصة. طيب جميل، وأنا سأخذ الفرصة بكل تأكيد. طيب دكتورة، تحدثنا الآن أو يعني تفضلت بالحديث عن كيف أتحدث ليستمع لي الآخرين. خلينا نقلب شوي المشهد، ما هو دور المستمع؟ نعم. وقت ما يتحدث له الشخص؟ تماما مثل دور المتحدث. عندما تجلس لتستمع ابدأ بالنية والمقصد، واتفق مع المتحدث بإعادة صياغة الغاية المشتركة، هذا أولا. مثال على ذلك، طيب يا عبد العزيز، أنت جايني الآن بفكرة جديدة لمشروع جديد، وأكيد إحنا فريق عمل، من المهم إن إحنا نخدم زي ما ذكرت النية المشتركة والغاية المشتركة لوجودنا في هذا المكان وهو خدمة العميل. تفضل. إعادة صياغة الغاية المشتركة يؤكدها ويعززها عند المتحدث، ويجعل نوع يعني يوجد الاتفاق، يعني كأني أقول تمام أنا متفق معك، ولعل المستمعين يسألوا يقولوا طب ليش ما يكفي أقول تمام أنا متفق معك. أنا حقول لك حاجة مهمة لبناء الثقة في العلاقة، إعادة صياغة الغاية المشتركة يشعر الطرف الآخر بهذه الثقة، ويحدث عنده نوع من الارتياح والانفتاح لك، لأنه أنت بتعيد الجملة بطريقة مطولة، هذه هو يقرأ لغة جسمك ونبرة صوتك بشكل لا شعوري، قد يكون بشكل شعوري وقد يكون لا تلقائي حسب هذا الشخص وإمكاناته، ويحدث عنده ارتياح داخلي. هذا الارتياح يخليك أنت المستمع ترتاح. إحنا بنوجد البوندينج، الرابط في كل حوار،
بنقيمه في كل مرة، في كل ساعة، في كل لحظة وإحنا جالسين. لا يكون إعادة الصياغة مصطنعة، لأنه الشيء المصطنع يعني غير مناسب. هذا أولاً. عبدالعزيز محتاج أن نعمل كات هنا. نقدر نعمل كات هنا؟ عادي. كمل الحديث عدلي وبعدين لا. في المونتاج. لا حنكمل التسجيل من بداية سؤال الثالث، بس أمنحني دقيقة، ها في حاجة صايرة في البيت لازم أوقفها دقيقة. يلا أوكي خير إن شاء الله. خلينا إذا أخذنا يعني إذا قلبنا الأدوار الآن، تحدثتي عن كيف أتحدث ليستمع لي الآخرين، خلينا نقلب الدور ونأخذ دور المستمع. ما الذي يجب أن يقوم به المستمع؟ تماما مثل دور المتحدث. عندما تجلس لتستمع ابدأ بتقرير النية والمقصد والاتفاق، وذلك بإعادة صياغة الغاية المشتركة. يعني مثال، دخلت أنت عبد العزيز على رئيسك، عندك فكرة تبغى تقول له هي، وقررت نيتك، قلت له باعتبارنا فريق عمل وكذا، المثال اللي ذكرناه سابقا. يجي هو كمستمع بدوره يقول لك عبد العزيز أكيد فعلا إحنا يعني نسعى إلى خدمة العميل، وأنا أرحب بوجودك الآن معايا هنا عشان نناقش هذا الموضوع وأسمع منك أفكارك الإبداعية. ضل هو أعاد الصياغة بطريقته الخاصة، يمكن أنا يعني ما عملتها بشكل مرة واو، بس يعني أعادها بطريقته الخاصة وذكر نفس الكلام اللي أنت ذكرته بشكل هو. ولعل المستمعين الآن اللي بيسمعونا في هذا البودكاست يقولوا طب ليش ما يكفي يقول تمام تفضل كلمتين؟ أنا حقول لك ليش. لأنه اللحظة اللي هو بيعيد فيها الصياغة المطولة، أنت كمتحدث يا عبد العزيز جاي بفكرتك، كان في جوتك شيء من التردد إن كان هذا الشخص اللي أمامك يبغى يسمعك ولا لا، وهو بيعيد الصياغة بدأت الثقة ترجع، وبدأت تشعر إنه هو منفتح للاستماع لك من خلال قراءتك للغة جسمه ونبرة صوته والكلمات اللي بيقولها. فحدث عندك نوع من الارتياح، فالآن أنت حتتحدث وأنت مطمئن، ارتياح واطمئنان، لأنه الشخص الآخر مستعد وأنه الثقة موجودة في العلاقة. لأنه ممكن يكون وأنت داخل حسيت أنك قاطع، وردت في خاطرك شعور بالشكك في استقباله لك في الوقت المناسب، أشياء مختلفة، ولكن من خلال إعادة الصياغة بتروح هذه الأشياء كلها. هذا أولا. ثانيا، عندما يقف المستمع المتحدث، عندما يقف في الوقفات هذه الصمت البسيطة، تقوم أنت بتقرير وإعادة صياغة ما سمعت بدون اتفاق أو مخالفة. فأنت عبد العزيز صرح فكرتك، وهو رئيسك الآن بده يقوم، وسكت، فرحت فكرتك وسكت 5 ثواني. في هذا الصمت يقوم رئيسك ويقول يعني أفهم منك أنك أنت فكرتك كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه أنت تظن أنه إذا حدث كذا فيكون كذا، وبالتالي هذا يعود علينا بكذا وكذا وكذا. طيب، فهذه إعادة الصياغة للفكرة أو إعادة صياغة المفهوم اللي هو فهمه تؤكد لك أنت المتحدث إنه المستمع معك على نفس الخط وفاهمك، وتؤكد لك إنه فاهمك بطريقة صحيحة وواضحة، وتؤكد لك إنه هو لازال منفتح ومرتاح لإكمالك للحديث. فلابد أن تشعر أنت المتحدث بأنه هو فاهمك حتى تستطيع أن تكمل أكثر، ترجع تكمل، يرجع يفهمك ألين تنتهي. هذه رقم 2. رقم 3، كمستمع لابد أن تتحقق من قبل أن تكمل وتتحدث، لأنه الآن المتحدث يبغى منك ردة فعل، فأنت الآن حتدي له ردة الفعل، فتقول له خلاص فهمتك تمام، طيب ممتاز، أنا رأيي، وتبدأ تدي رأيك كمستمع وتصبح أنت الآن المتحدث. وهكذا تتبادل الأدوار بين المستمع والمتحدث إلى أن تصلوا إلى مرحلة الاتفاق. جميل. في الحقيقة دكتورة الحديث جميل، والحديث قد يصفها البعض بأنه عالم وردي. إذا فعلا كل شخص تحدث بهذه الطريقة وكل شخص استمع بهذه الطريقة، فبالتأكيد لن يصبح عالمنا هو العالم اللي نعيشه اليوم. طيب خلينا دكتورة ننتقل لما بعد ذلك، وربما نختم فيه الحلقة.
تأتي بعد ذلك مرحلة الاتفاق. بعد أن يقرر كل شخص وجهة نظره بلا مقاطعة ولا مخالفة ولا معارضة، وأنا يعني قصدا أرغب في أنه أي مستمع يؤجل المقاطعة والمخالفة. إحنا عادة بيقول لك في إذا كان في شخص بيدير الحوار زي حضرتك بيقول سنؤجل الأسئلة إلى نهاية اللقاء. إدارة الحوار هي جزء من توجيه فريق العمل. يعني أنت الآن بتقوم بدور الموجه معايا ومع المستمعين، لو كان المستمعين الآن معايا وفي نقاش بيننا وبينهم، لكن لأنه ما في نقاش إلا بيني وبينك الآن، إدارتك للحوار هذا توجيه. فأنت الآن لو بتدير حوار مع مجموعة من الناس بتقول لهم يا جماعة هنأجل الأسئلة لنهاية الحوار، فإذا المقاطعة غير واردة، وضعت قانون. أنا ما أحتاج عبد العزيز يكون موجود عندما أتواصل مع شخص آخر، أنا بداخلي أقول أنا ما حقاطع وما حطرح الرأي المخالف ولا حعارض إلى أن ينتهي الشخص من حواره بالكامل، من كلامه بالكامل، ويشعر إني فهمته وفهمت ما يرافق هذا الكلام من مشاعر. فأنا كرئيس أقول لعبد العزيز أنا الآن فهمتك وأشعر إنك أنت متحمس جدا لفكرتك، المشاعر كمان أعطي إنعكاس لإعادة صياغة مشاعر، ودعني أوضح لك رأيي في الموضوع، وإن شاء الله إنك أنت يعني نصل إلى اتفاق في النهاية باعتبار نيتنا واحدة. والاتفاق لا يعني الموافقة، والموافقة هي أن يكون رأيك موافقا لرأي الآخر، لكن الاتفاق يعني أربعة أشياء. الاتفاق قد يكون تعايش أو تقبل أو رضا أو احتفاء، ماشي كده؟ جميل ماشي. التعايش هو المرحلة الأولى والتي يفكر فيها كل طرف في طرق يتعايش فيها مع الآخر المختلف عنه بالطبع والرأي والمزاج واللون والجنس والديانة، وعادة ما يسبق التعايش حوار يحدث فيه ما حدث بين عبد العزيز ورئيسه، ويتفق كل الطرفان إنه يعني أنا مختلف عنك في وجهة النظر، ولكن هذه شغلك وهذا وظيفتك، فيعني هذا قرارك أنت. طيب، فيتفق كل شخص إنه إحنا حنكون في مكتب واحد ونتعايش مع طبع بعض ونتفق على طرق للتعايش بحيث ما يخل أحدنا بعمل الآخر أو لا يؤثر أحدنا على الآخر، وهكذا أيضا في المساحات المشتركة في المكاتب والشركات وفي المدن وفي المناسبات وفي كل البلاد وفي البيوت التي يحدث فيها تقاسم معيشة بين الأشخاص البالغين في مساحات معيشية مشتركة، ويحترم كل طرف القوانين التي وضعوها أثناء الحوار بينهم. التقبل هو مرحلة أعلى، يظهر فيما سبق يظهر التعايش، ولكن نضيف عليه نوع من الاعتياد على الآخر، فنبدأ شوية شوية نتحرك من التعايش إلى التقبل، وفي أشياء بنسويها مع بعض أحيانا فممكن عندنا إزالته، ثم نصل إلى مرحلة الرضا ويحدث اندماج ثقافي أعلى، ونبدأ نكون سويا ثقافة مشتركة، الأطراف كلهم متقبلين هذه الثقافة ومتعايشين معها وتعودوا عليها، وتبدأ الفروق تنمحي شيئا فشيء حيث يتنازل كل طرف عن بعض ما يهمه ليحدث رضا من الطرف الآخر نحوه، ويحدث هذا إذا تعديت مرحلة التعايش والتقبل. أعرف أول ما تدخل وظيفة جديدة وشركة جديدة ترى هذه المراحل أنت تعاني منها، ويعاني منها الناس اللي حولك أيضا. You're trying to fit in، بيحاولوا يدخلوك كيف، لكن يعتمد أنت إلى أي حد عندك هذه المرونة. طبعا هذا موضوع يعني آخر. المرحلة الرابعة الاحتفاء، فهي مرحلة أعلى بحيث تتعدى إلى فرح كل طرف بالآخر وباختلاف الآخر عنه، يعني يتكلموا عن اختلافات بعض وهم بيضحكوا ويمزحوا، وتجدها في الأزواج اللي عاشوا مع بعض حياة طويلة وبينهم اتفاق وحميمية وحب، يقول هي طبيعتها كده وكيكيكيك ويضحك، وهي تقول هو طبيعته كده ويضحك، وما عندهم مشكلة، مبسوطين مع بعض حتى بالاختلاف. لا بالعكس، هي بتوفر له البيئة اللي هو يتناسبه علشان يكون هو مبسوط، وهو يديها المساحة اللي هي تحتاجها عشان تكون هي مبسوطة. ونفس الشيء في العمل وفي الشركات وفي المؤسسات، هي مراحل
لا يلزم إنه الشخص الآخر يخالفك وإنك أنت تقاطعه وتبطل تتكلم معه وما تجلس معه في مساحة واحدة وتعرض عنه وتطلب كمان إنه هو يتنقل لقسم آخر أو إنك أنت تتنقل لقسم آخر أو تستقيل وتترك العمل. لا، لازم تعطي الفرصة، يخلي الحوار ماشي. فالموافقة غير الاتفاق. الاتفاق أن نتفق سويا على أن نتعايش، نتقبل، نرضى، نحتفي. أما الموافقة ترى أنا تماما معك في نفس الرأي وعندي نفس الطبع وعندي نفس الهواية وعندي، يعني الموافقة أحيانا مملة، لأنه إذا كان الشخص يتفق معك في كل شيء في كل شيء في كل شيء، ما في مجال للنقاش، ما في ملح وفلفل، عرفت كيف؟ ما في بهارات في الحياة. نعم، جميل، حديث معك ممتع دكتور، ولكن خلينا نتفق أن الحلقة وصلت إلى نهايتها ومضطرين أن ننهي هذه الحلقة بالاتفاق. بالختام طبعا أهم شيء بالاتفاق دائما. كل الشكر والتقدير لك دكتورة غادة، وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com، والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة. في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي، نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة. إلى أن نلقاكم مجدداً.